خبراء الاقتصاد يؤكدون انهيار مصر اقتصاديا. لا هم خبراء ولا فاهمين ولا عارفين. الرئيس محمد مرسي ينفي انهيار مصر اقتصاديا. الناس السفلة اللي قاعدة بقالها يومين تلاتة تقول يا ريت مصر تبقى زي سريلانكا. دلع يا بابا دلع. بقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها اكل. شوية قمح أو شوية دقيق بقالنا 4 شهور. طب الناس دي عايشة ازاي؟ كيفي؟ تعالي شيل معايا شيل معايا يلا اتصور. يعني مش هناكل؟ احنا بناكل. نشرب احنا بنشرب كل حاجه ماشيه. طب غاليه او بعضها مش متوفر ايه يعني؟ طوابير السولار اللي انا قاعد بشوفها يوميا. بسجل احترامي وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط قبل اي حد تاني. في الظروف اللي احنا ماشيين فيها دي اهو الراجل الغلبان ده مش بعيد لما يموت ويطلع يتحاسب مش هيلاقوا حاجه يحاسبوه عليها لان خلاص الشعب كله بيكح يابا كله هيسحب